مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. بالنسبة للذيول نتمنى لكم حياة سعيدة، سوي الديسلايك واطلع من القناة. طبعا نبدي شوية تاريخيا حتى ندخل بصلب الموضوع واللي دي يصير، شلون انقلب السحر على الساحر. طبعا تعرفون حضراتكم من عام 1990 تعاونت كل دول الخليج وإيران على إسقاط النظام العراقي السابق. مع العلم كل دول الخليج كانت تقول إيران وإيران، وتعرفون حضراتكم العراق لمدة 8 سنوات وقف بوجه إيران المجوسية ودافع عن دول الخليج، وكل الذيول اللي دائما يطعنون ويقولون احنا كنا ندفع لصدام حسين، واحنا كنا ندفع الأسلحة ونعطي الأسلحة ونعطي ما أعرف شنو، هذا الكلام الفارغ اللي ما له أي أساس من الصحة. الكل كانت تعطي هذه الأموال كديون، ما كانوا مفضلين على العراق ولا العراقيين ولا القوات المسلحة البطلة اللي جرعت السم للخميني الدجال وكل ذيوله في العراق الآن. السعودية والكويت والإمارات وغيرها ما حد ينكر ولا يقدر ينكر كانوا يطبلون للرئيس صدام حسين ويصيحوا له القائد العام للقوات المسلحة وحامي البوابة الشرقية، وماكو مطرب خليجي ما غنى للرئيس صدام حسين، وماكو زعيم خليجي ما كان يصافح ويقدم الهدايا ورسائل الأخوة إلى صدام حسين. الغلطة الوحيدة اللي عملها الرئيس صدام حسين الله يرحمه هو احتلال الكويت. ما عندنا أي غبار على هذا الكلام، واللي يزعل يزعل واللي ما يزعل بكيفه. هذا تاريخ ما طول دولة معترف بها داخل الأمم المتحدة والعالم معترف بها، ما يصح لأي دولة تجي تحتلها. ما نريد نقول احتلال العراق وإجا كذا وإجا، هذه قوة عظمى وأمم متحدة وكل هذه الكلمات اللي نسمعها كلها تحت أيادي هذه الدول العظمى اللي سموها. المهم هذه الدول الخليجية بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية اللي نسميها قادسية صدام، وهذا الاسم يستحق صدام حسين إلى يوم الدين، ما طول وقف مع أبطال العراق بكل طوائفه وقومياته وأديانه ومذاهبه بوجه إيران وتغلغلها وتمددها في الدول العربية. ولولا صدام حسين عام 1980 ووقوفه بوجه إيران لكان الخليج العربي وبالتحديد دول الخليج كلها فارسية الآن. واللي يقول غير هذا الكلام خلي دق راسه بالحائط، لأن أولا في وقتها السعودية ما عندها جيش، ولا الكويت ولا الإمارات ولا سلطنة عمان ولا البحرين ولا قطر ولا كل هذه. تم تجهيز السعودية والكويت و كل هذه الدول الخليجية إلا بعد احتلال الكويت. أنا أبقى أقول احتلال لأن ما أقدر أقول غير كلام، لأن هذا تاريخ، وهذا التاريخ ما حد يقدر يتلاعب به. لا نقدر نقول والله كانت محافظة وتابعة لكذا ومحافظة تابعة كذا،
ما نرجع للتاريخ ولا نرجع للحدود ولا نرجع للكذا، ما طول دولة معترف بها، نعرف البريطانيين السوا ونعرف شلون تقسمت، هذه مو مشكلتنا. المشكلة الأضرار واللي حصل ما بعد عام 90. من عام 90 إلى 2003، 13 سنة من الحصار، مئات الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء وكل شيء مات بالعراق، والأخوة العرب يتفرجون ويضحكون ويتآمرون على العراق، وعلى رأسهم حكام السعودية، وعلى رأسهم أكرر حكام السعودية. واللي ينكر هذا الكلام أنا إن شاء الله راح أسوي لكم فيديو، مو بث مباشر لأن ما نقدر بالبث المباشر نطلع صور ونطلع فيديوهات ونطلع كذا، راح أسجل لكم حلقة صوت وصورة ونطلع إخياسات حكام السعودية من الملك فهد الله يرحمه، ما طول ما تقول الله يرحمه، والملك عبد الله الله يرحمه، والأمراء الله يرحمهم، كيف كانوا ينسقون مع إيران وكيف كانوا يستقبلون زعماء إيران وكيف كانوا يستقبلون رؤساء إيران لإسقاط نظام صدام حسين بأي طريقة. وجماعة إيران اللي جماعة يسموهم المماتعة والمقاولة وكلا كلا أمريكا والموز لإسرائيل، كانت تتعامل وتتعاون مع المخابرات الأمريكية وإيصال المعلومات عبر ذيولها في العراق لإسقاط نظام صدام حسين، وكان تعاون إيراني خليجي 100%، وكان تعاون على مدار الساعة، وتم صرف عشرات بل مئات الملايين من الدولارات على تنظيمات ما يسمون أنفسهم بالمعارضة العراقية. وإن شاء الله قريبا راح نثبت لكم كل هذا الكلام حتى لا حد يطلع من الذيول ويقعد يطبل ويقعد يحكي ويقعد يقول وكذا وكذا. راح نطلع لكم صوت وصورة، وكل هذه الشغلات اللي ما حد شافها قبل نطلع لكم إياها، ونريد بعد هالذيول شلون راح يطبلون، ولو هم الذيول يبقون ذيول لأن هذه يعني صفتهم وهذه هي نعمتهم وهذا هو شغلهم، وعدهم طرق بأي طريقة من الطرق مهما فعلت مهما أثبتت إلهم راح يطلعوك كذاب ويطلعوا لك الحجج وكل هذه الأمور اللي تعلمنا وتعودنا عليها. كل هذا اللي صار من عام 1990 إلى 2003 كانت الخزينة السعودية والكويتية والإماراتية بخدمة أمريكا. كل اجتماعات ما يسمى بالمعارضة العراقية كانت تدفع من الخزينة السعودية والكويتية والإماراتية وغالبية الخليج، ما عدا نقول سلطنة عمان اللي ما تدخلت حتى واحد يتكلم ضميره، حتى ما نعم ولا نقول فلان سوى وفلان حشى. كل أموال ما يسمى بالمعارضة العراقية اللي اشتروا لهم بيوت، اللي فتحوا لهم دكاكين المعارضة وزودوهم بكم مكتب وكم ميز وكم فاكس حتى يسوون معارضة، ومو بس هذا، شغلوا الإعلام الغربي والعربي لتشويه صورة العراق وتلفيق الأكاذيب وتلفيق القصص، وعلى رأسهم المقبور أحمد الشلبي. وكل هذول الحثالات اللي تشوفوهم بالحكم أنا أعرفهم شخصيا، لأن للأسف أنا كنت واحد من هذه المعارضة، بس ما حطيت إيدي لا بيد أمريكا ولا بيد السعودية ولا بيد تركيا ولا بيد الأردن ولا بيد فلان ولا علان،
ولهذا اللي ذكر من كنت أدخل في مؤتمرات المعارضة من هذاك الوقت كانوا يسموني دخل أبو المخابرات ودخل جماعة صدام، وكانت تصير بيناتنا اشتباكات وحتى توصل اشتباكات بالأيادي. وعندي بعض الفيديوهات يعني من دا أدور بالأرشيف مالي لقيت فيديوهات تذكرت أيام الشباب لما كنت قوي وبحيلي بعدني شلون كنت أتصرف ويا هذولا. بس للأسف يعني كانوا الخليجيين وأعلامهم مأجرين ناس يطبلون للحرب، يطبلون ما يسمى بتحرير العراق بين قوسين، يطبلون بأنه أسلحة دمار وأسلحة معرف شنو وكل هذه الكلاوات. وكانت الدول الخليجية وبالتحديد السعودية تدفع ملايين الدولارات إلى القنوات الغربية التلفزيونية لعمل البروباغندا والدعاية المضادة ضد العراق وضد شعبه. مع العلم الحصار كان موجود وفرق التفتيش ما بقت حتى غرف الرئيس فتشوها وما لقوا كل شيء، لحين ما طلع هذا القدر المقبور حسين كامل وسلم بعض الوثائق واعتبروها القرآن الكريم، ومن هنا بدت المصيبة الكبرى. لا خلصنا بذاك الوقت من الذيول ولا خلصنا من هذا الوقت من الذيول. اتكلمنا حكينا نتكلم، هذا بعثي، هذا صدامي، هذا طبل صدام، هذا ما أعرف شنو. أرجع وأقول أنا لا بعثي ولا صدامي ولا أطبل صدام، بس يبقى صدام حسين قندرت حشاكم العتيقة تشرف كل عمائم الشيطان اللي متواجدة في العراق الآن، وتشرف كل عقل ما يسمون بقادة الخليج وقادة العرب. على الأقل هذا الرجل حمى العراق، كان موحد العراق، نترك كان دكتاتوري كان معروف شنو. شفنا الديمقراطية من 2003 لحد اليوم شنو اللي سوت لنا إياه. اللي تقولون صدام حسين كان يقتل ويعذب وسجون سرية، اللي جوي أهل الديمقراطية بالدعم والأموال الخليجية إلى العراق، صدام حسين ما قتل 35 سنة قد ما قتلوا ذولا بأول سنتين. صدام حسين ما هدم مدن كاملة ودمرها. هسه يطلعوا لي يقول لك حلبشة وما حلبشة، وانت زين أريد أفتهم أنتوا يا العراقيين والإعلام العراقي، ما طلعت أمريكا قبل أسبوع وتقول اللي ضرب الكيمياوي على الأكراد هم الإيرانيين؟ ليش ما شفنا الإعلاميين العراقيين يتكلمون بهذا الموضوع؟ ليش ما شفنا قناة تلفزيونية محسوبة على العراق طلعت تكلمت بهذا الموضوع وقالت بأنه كل ما حدث من حلبشة وهذه التلفيقات الإعلامية كشفتها هي المخابرات الأمريكية، كشفوها الخبراء الأمريكان اللي حللوا التربة وعرفوا بأنه هذه المادة الكيميائية ما موجودة إلا بإيران، واللي بسبب هذه الضربة اللي صارت كان المقبور جلال الطلباني، لأن هو دخل الباسيج والمخابرات الإيرانية إلى هذا المكان، ولما حاول الجيش العراقي يعتقلهم أو يأسرهم إيران ضربتهم كيميائي حتى لا توقع أسرار المهمات اللي داخلين بها بيد القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. هي هذا مخلص الحكي. بس لأن حاولوا يشيطنون الرئيس صدام حسين، وكانت العملية لاحتلال العراق بأي طريقة من الطرق، وكانت
أمريكا بأي طريقة من الطرق تريد تحتل العراق، لأن ما كان عندها أي موقع أو موطئ قدم بالشرق الأوسط. ألف حجة سووا وقالوا، وبرامج مسجلة عندي، قالوا العراق متورط بأحداث 11 سبتمبر، والعراق ما أدري شنو، طلعت كلها كذب في كذب. و12 يعني أنتم تعرفون حضراتكم 12 من الانتحاريين كانوا سعوديين، تركوا السعودية جوا احتلوا العراق. مع العلم طلعوا ضباط مخابرات عراقيين وحكوا بكلام، قالوا بالتحديد الشخص اللي نفذ عملية تفجير البرجين عام 1983 انهزم، معروف كذا، دخل العراق والمخابرات العراقية اعتقلته وخلته لحد احتلال العراق. وكل هذه السنوات اللي كان فيها في المعتقل في العراق كانت اتصالات بين جهاز المخابرات العراقي البطل والمخابرات الأمريكية والحكومة الأمريكية، تقول لهم يا ناس احنا اعتقلنا هذا الشخص المنفذ اللي حاصل على الجنسية الأمريكية وهو عراقي الأصل. كانت الحكومة الأمريكية ردها إلى الحكومة العراقية، أوكي احنا نستلم هذا الشخص بس ما نوقع على أي مستند لإثبات نحن استلمنا. طبعا هذه بمعايير ومقاييس الدول ما يمشي هذا الكلام. يعني أنت حتى من تعتقل واحد وتريد توديه من مركز شرطة إلى مركز شرطة ثاني، هم أكو أمر سلم واستلام وتوقيع واستلام فلان وعلان، عاد مو واحد إرهابي مطلوب والمخابرات العراقية دا يريدون يسلموه، الأمريكان يقولون لا راح نجيكم طيارة خاصة نبعث لكم إياه تحطونا إياه بالطيارة وناخذه. هذا الكلام ما يمشي، ولهذا اتهموا العراق بالإرهاب وإيواء الإرهابيين. هذا الكلام انبنى كله على هذه القصة اللي صارت بالنسبة لهذا المجرم اللي أول واحد حاول تفجير البرجين. نرجع إلى قضية حكام السعودية اللي قاعد المطبلين يطبلوا لهم وإحنا ما لنا شغلة، والطائرات ما أجت من السعودية، وحكومة السعودية رفضت دخول الأمريكان، وحكومة السعودية رفضت الاحتلال، وحكومة السعودية وكأنه الأنبياء المنزلين من السماء. وأنا قلت قبل كم يوم بتغريدة، قلت العرب لما تتكلم معاهم بطيب يعتبروك جبان ويعتبروك أنت خايف، ولما تنتقدهم يعتبروك أنت حاسدهم وأنت عدو لهم. ليش؟ لأن ما عندهم شيء اسمه ثقافة الحوار، وحتى التكلم والتحدث والتحاور حتى إن كان عدو لك، اقعد افتهم عدوك شي يريد من عندك، حتى لو عدو اقعد معاه اعرف عدوك شي يريد من عندك. لأن أنت عندنا مثل يقول خلي صديقك قريب بس عدوك أقرب. ليش؟ لأن صديقك تعرفه شي يريد بس عدوك ما تعرفه شي يريد. ولهذا العرب عمرهم على مدار السنين من الله خلقهم، لما يجي واحد ينتقدهم، يعني ما نقول مثلا انتقاد سلبي أو كذا، يا أبا فلان أنت سويت واحد اثنين ثلاثة، كذبونا أو حاورونا حتى نعرف من الصادق ومن الكاذب. ما يحاورون، يقطعون الخط ويقطعون الطريق ويعتبروك أحد الأعداء. ليش؟ لأن ما يعرفون يناقشون، ما يعرفون الرد على الأسئلة أو كيف يواجهون حقيقتهم. مكيفين ومبربعين بناس حواليهم مأجريهم ذيول طبلون، يمشونهم كلام معسول، يسمعوهم الكلام، وهذا من غالبية العرب بهذه الصفة، يسمعوهم الكلام اللي
فلان يحب يسمعه أو فلان يحب يسمعه. وحتى الرئيس صدام حسين للأسف كان في بعض الأحيان من هذا النوع، كان يسمع كلام مو عملي ولا باختصاص الدولة. ما نقول الدولة كانت بيرفكت ولا كانت سويسرا ولا كانت السويد، بس نقول كانت دولة، أكو حكومة، أكو دولة، أكو مركز شرطة، أكو استخبارات، أكو أمن، ابن أبوي يسوي شيء. احنا في الدول العربية شغلة ديمقراطية وشغلة حرية وما حرية وهالكلاوات ما كليش. العقل العربي أو الشرق أوسطي متعلم إذا مو بالحديد والنار مين حكم؟ افتح له المجال شوية وشو شي يسوي. وشفنا احنا ديمقراطية اللي صارت بالعراق شنو اللي من 2003 لليوم. الديمقراطية مفتهميها من وراء، ما دا يعرفون شنو معنى الديمقراطية. الديمقراطية هو تعبيرك عن رأيك بطريقة يفتهم المقابيلك، حتى لو تنتقد زعيمك رئيسك. الرئيس أو الملك أو الأمير مو نبي ولا منزل من السماء ولا صاحب فضل عليك، هذا موظف عندك أنت يا مواطن. افتهموا هذه شوية. أنا هذه تقريبا 30 سنة اللي برا تعلمت أهواء شغلات وطلعت هالعقلية العفنة اللي كانت زارعيها في روسنا وشبعوا عقليتنا بالعروبة وبالقنادر، حشاكم وبالفلان وحشى فلان ودير بالك من فلان وهذه كذا فلسطين، مع احترامي لهن فلسطين، والله عمي الفلسطينيين مليون مرة عايشين أحسن من العراقيين. الفلسطينيين عايشين بخير ونعيم أكثر من العراقيين وحالة العراقيين. ما لي شغلة بغير دول، ده نتكلم عن العراق، أنا عراقي ده أتكلم عن بلدي، بس هم أتكلم على اللي هجموا بلدي ودخلوا في بلدي. ولما نتكلم هسه يقول لك روح خلص نفسك من الإيرانيين بعدين تعال احكي على ولاة أمرنا واحكي على السعودية أو قطر أو معروف من هو. أنا متى احكي عليكم؟ افتهموا يا غبران، افتهموا يا من ما تفتهمون. واتمنى افتح راس العربي وريد اشوف شنو اللي بداخله. حاير بالثريد وحاير يصير عنده كم فلس، لو يروح يتزوج لو يشتري له بندقية، هذا شغلهم، هذا شغلهم. لا شفتوا لكم تكنولوجيا طلعت منك، شفتوا لكم شغلة طلعت منك، شفتوا لكم فالتطور طلع منك. يسمون دول الغرب دول كافرة، بس هو يستخدم الآيفون والأبل والجالاكسي والكمبيوتر وكل التكنولوجيا والنت والتلفزيون، هذه من دول الكفار يسموها. زين انتو شنو صنعتوا للبشرية غير الدم والقتل والذبح والصلخ؟ وبعدين تجي تقول انا مؤمن وانا مسلم وانا ديني موحد واحنا الموحدين واحنا المعرف شنو. اولا الله وكل الديانات السماوية ما فرضت على أحد أن يقتل أحد. يعني ما تجي أنت مثل جريمة قبل كم يوم اللي حصلت في بغداد اللي راح بيها عمر وعلي، يقول لك راح يروح يتعشى ويتغدى ويا النبي، أدري النبي فاتح مطعم فوق. كل هذول القاذورات اللي فجروا أنفسهم هذه الأجساد الخايسة كلهم غسيل دماغ. والمصيبة الأكبر قبل ما يطلع ترامب من البيت الأبيض، أرجع وأكرر وأقول رجعوا للفيديوهات السابقة، قلت هذا راح يطلع أمريكا ترى لا يهمها السعودية ولا يهمها الإمارات ولا يهمها الكويت ولا يهمها العراق
وبالمناسبة الرئيس بايدن فريق عمله حط علامة اكس على العراق بعدم التدخل نهائيا في العراق، نارهم تاكل حطبهم. حتى هذه تعرفوها يا عراقيين، الاربع سنوات الجاية اللي كنتم متأملين بايدن يسوي لكم شيء. بايدن من الناس اللي يكره دول الخليج، وهذا الكلام اللي قلت لكم اياه قبل الانتخابات. هذا الشخص راح يجي يطبق عملية هنري كيسنجر اللي كان وزير خارجية أمريكا، اللي كتب مجلد كامل عن الشرق الأوسط الكبير اللي قاعد يطبق هسه. هذا الكلام مو مال لطيف يحيى، هذا عام 1973 هنري كيسنجر كتبه، أول ما كتب تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات بال 73، ماذا نتكلم هسه. والسعودية ما قال دويلات، قال إلى 18 مقاطعة عشائرية، يعني راح يقصوها 18 مقاطعة ويحطون عليها شيوخ عشائر أمراء مثل ما هسه اللي موجودين، فلان أمير طويل العمر، لأن يعرفوهم هذولا، مو راح تجي أنت تقول له ديمقراطية حرية ما يفيد وياه. يقطع على 18 محافظة أو مقاطعة ويحط عليه شيخ مدعوم، هذه الدولة تدعم فلان وهذا تدعم فلان، وأي شيخ يحاول خروج عن الخط المرسوم له ثاني يوم يقتلوا، مثل الملك فيصل الله يرحمه. هذا الملك اللي فعلا من واحد يقول الله يرحمه، من كل القلب يقول الله يرحمه، لأن كان ملك عادل يعرف شلون يقيم البشرية ويعرف شلون يشتغل كملك، مو قرقوز بيد الغرب، روح سوي هيك، تعال اشتري سلاح منه، تعال جيب فلان شي، تعال ودي شاي شية، بس بأسامي أمير وملك ومعرف شنو هاي الشغلات اللي موجودة عندهم. فالسعودية تتذكرون، رجعوا إلى الفيديوهات السابقة، رايحة إلى التقسيم، اقعدوا طبلوا إلى يوم الدين، وقعدوا احجوا وسووا فيديوهات وألغوا منا إلى يوم الدين. احنا نقرأ بين السطور ونقرأ بحوث ونقرأ، وعلاقاتنا بالغرب ان كان اعلاميا امنيا نعرف شلون دول السياسيين يفكرون، لان السياسي هنا مو مثل السياسي اللي عندكم هناك يم العرب اللي تبجلوه الله اكبر ولي الامر والله يطول عمرك، من يشوفه عبالك شاف الرسول محشوم الرسول. هنا سياسي يمشي بالشارع، تعال اوقف احكي وياه، اللي تريد تسأله تسأله ويجاوبك، وما يقدر يغشك لان انت راح يقول لك هذا عنده اعلام مثلا او عنده تليفون او عنده تويتر يفضحني. هذول منتخبين من الشعب، يقول لك اخاف ما ينتخبوني مره ثانيه، فلازم اكون صريح معهم. احنا لا، هذا الشيخ، هذا امير، هذا سيد، هذا بالرسول الله، لا تحكي على فلان، لا تحكي على علان، هذا كذا. والعرب دائما عندهم نظرية بأنه اللي مقابله دائما أصغر منه، مهما علت شهادة المقابلة، دكتور، مهندس، طيار، يبقى المقابلة لأن عنده كم ألف عنده بالبنك، فخشمة عالي، خشمة يحكي من وراء خشمة ويا الناس. والمصيبة عند العرب، ومن ضمنهم اللي سووا كم فيديو علي وباقين يسوون مو مشكلة، يقيسون اللي مقابلهم شنو لابس، شنو ساعته، شنو رباطه. يعني انتو تقيسون البشر الأمامكم، يعني هسه جيبوا لكم حشاكم مطي ولبسوه، يعني هذا راح تحترموه؟ تحترمون البشر على لبسه ولا على ساحته ولا على حذائه ولا على اش لابس رباط؟ اش وقت تفتحون مخكم وتعرفون بأنه المظاهر الفارغة اللي انتم عايشين بيها، هذه المظاهر الطايح حظها، ما راح توكلكم خبز ولا تبني بلدانكم ولا أوطانكم،
راح تدمركم، راح توصلكم إلى الحضيض. نرجع إلى كلامنا الأول، مثل ما حفرتوا الحفرة للعراق وأنتوا وقعتوا بيها، شوفوا رب العالمين ما ينسى، والعراقي مبخوت والله العظيم بزينة بشينة. ما حد على مدار التاريخ أذى العراق وما شفناه قدام عيننا شلون انتهى، إن كانوا رؤساء، إن كانوا زعماء، كانوا سياسيين، كانوا دول. حفرتوا الحفرة للعراقيين، جوعتوهم، قتلتوهم، دزيتوا انتحاريين، زودتوا الميليشيات بالأموال بحجة التقارب الديني، ما بقى شيء سافل وخسيس ما سويته. وشفتوا اللي حطيتوا ايدكم بيدهم بالتسعينات ايران، وكنتوا ترحبون برفسنجاني وترحبون بنجاتي، والرؤساء ملوككم استقبلوهم، والصور موجودة، ماذا تجيب من جيبي، روحوا دخلوا عنا تشوفوا، اكتبوا ملك عبد الله ويا نجاتي. حتى هذا ملككم سلمان الله يطول عمره هم استقبل نجاتي رئيس ايران، هم راح يقولوا لي ها والله جاي حيج وجاي عمره. الافلام والاعذار نعرفها وحفظناها، صارت محفوظة يعني بعد ما تعبر على واحد. المهم اللي حفرتوا لهلكم في العراق، واللي قاعد تتباجون عليه، واللي تحجون تقولون أهلنا العراقيين، أنا دا أتكلم على الحكومة مو الشعب السعودي الكريم، مالي شغلة بالشعب السعودي وكل الشعوب. أنا أحترم هذه الشعوب لأن مظلومين مثلنا. عتب على نفسي دائما أقول حياكم أخواننا الخليجيين وكذا، عتب على نفسي أنسى دائما أخواننا وأشقائنا المصريين والمغاربة والجزائريين والتونسيين والسودانيين والموريتانيين وكل أخواننا وأشقائنا الباقين. فأنا أعتب على نفسي لأن ما ذكرتهم، لأن ذول أهلنا وأحبابنا نفس الشيء. فالمهم حفرت الحفرة إلى العراقيين ودمرت العراق، ومن الاحتلال لليوم مئات الآلاف من العراقيين راحوا ضحاياكم وضحايا سياستكم الفاشلة، وأملأ أموالكم السحت اللي تسرقوها من شعوبكم وتطوها لغيركم بحجة موازرة السنة، بحجة دعم الحكومة العراقية المنتخبة، بحجة تقارب الأديان، بحجة كذا. فاللي سويتوه بالعراق رجع عليكم، كنتوا حاطين ايدكم بيد ايران، هسه ايران قاعد عندها ذيولها في اليمن، الحوثيين ولاعبين خلقه بيكم، وصواريخهم توصل مكة، توصل الرياض، ويطلعون المطبلين، لا في رب يحمي السعودية، وأكو رب يحمي ما أعرف شنو، وأكو رب ما أعرف شنو. لا، على هذا سياستكم، وعلى هذا نهجكم، وعلى هذا الخبل اللي مسميه طويل العمر وولي الأمر، هذا راح أوصلكم التهلكة. وإذا راح تقولوا لي احنا جنود السعودية واحنا مو مثل العراق، شوفوا دا اقول لكم عندكم خلايا نائمة، وهذه معلومة ادزها، ان استقبلتوها يا السعوديين واجهزتكم الامنية اهلا وسهلا، ما استقبلتوها الى قير، في اسلحة وفي متفجرات دخلت الى بلدكم قبل 4 ايام مو هواية، وهذه الشغلات جاي على مود يسوون عمليات تفجيرية داخل المملكة العربية السعودية، وتعرفون من وراها، وما اريد اطول واقول لكم منو وشلون دخلت وكذا، لان تعرفون احنا قاعدين في ما يسمى
حرية التعبير. زين، ولهذا هذه النصيحة لكم، التفجيرات راح تشتغل في المملكة وتشتغل في البحرين وحتى الإمارات ما راح تخلص، وفي قطر، هذه قطر مو قطر صديقة إيران، هم راح تصير بيها مشاكل وزعزعة. إيران ما راح تعوفكم، بايدن هذا اللي صفقت إيران إلها وكذا راح يلعبون اللعبة وياه، راح يسلموهم الخليج، لأن هذول الإيرانيين شوفوا هذول المعممين يعرفون يشتغلون، مو دماغ سزية مثلكم يا قاعدين كل واحد أنا طويل العمر وقصير العمر، اسمه بالعربي بالقوة يكتبه. هذول العمائم الشيطانية تعرف شلون تشتغل بالسياسة، تعرف شلون تشوفوهم فقر على أساس وما عندهم ومساكين، بس يعرفون بالسياسة يشتغلون أحسن من القصور والفخفخة والذهب والبوابات وسيارات مصفحة. تشوفوهم دول الملالي شلون يتصرفون، قاعد له على كرسي، قاعد له بالقاع، بس يعرفون شلون يشتغلون، مليون مرة عقلهم أكبر من عندكم. شفتوا قنوات، عشرات القنوات عندهم، سمموا عقول أهل بلدكم بالخليج، وهذه القنوات قاعد يتم دعمها من الخليج من أموالكم بملايين الدولارات، وأنت حكوماتكم يقول لك تقارب ديني وما لنا شغلة بالمذهب وما لنا شغلة لا، راح يبلعوكم. وتكلم، تذكروا هذا الكلام وقولوا في يوم من الأيام هذا الصدامي البعثي الداعشي، هذا الكليشة ما كل اللي أنت تمشوها علي قالها، وراح تتذكرون بأنه يا طويل العمر ويا ولاة الأمر، إذا تتعلمون من التاريخ تتذكرون العراقيين شلون بنروح بالدم نبديك يا صدام، الآخر طلع لصدام حسين بالعظمية وهم يصيحوا لحنا جنودك يا صدام. فهذول اللي قاعد يطبلوا لكم نفسهم راح يتخلون عنكم لو جاكم الطوفان. تحياتي إلى كل أهلنا العراقيين الأحرار، وكل سعودي حر وإماراتي حر وعماني وبحريني وقطري وكل دول الخليج ومصر العربية أشقائنا والمغرب وتونس جزائر موريتانيا كل دول العربية بكل دياناتها وبكل أطيافها. والله يطيح حظ كل من عمل عملته الخايسة هذه بالعراق، وعافنا متروكين بيد الميليشيات وبيد هذه القاذورات اللي أصبحوا ذيول من أجل الدولار. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.